مرحبا بكم في فيديوهات الخرافات. حاليا في رمضان سنتكلم فقط عن بعض الفيديوهات التي تتطرق إلى مواضيع مهمة جدا، والأشخاص يعتقدون اعتقادات خاطئة حولها. حاليا سنتكلم عن خرافة الطاقة الحيوية، وكذلك من خرافة الطاقة البشرية. مرحبا بكم في هذا الفيديو، سنبدأ في هذا الموضوع. إخواني الكرام، موضوع الطاقة، وعندما نتكلم عن الطاقة ففعلا الطاقة موجودة، ولكن بمعنى بأن الطاقة ممكن أن يتم علاج بها الشخص فهذا غير موجود أبدا، وهو له علاقة بالضرب من الخيال وكذلك من الخرافات. لكن في بعض الأشخاص يتكلمون عن الطاقة أنها غير موجودة عند الإنسان، ولكن السبب الوحيد على أنها الطاقة موجودة مثل الطاقة الكهرباء، أنها لا نستطيع لمسها ولكن هي موجودة في الحقيقة. وكذلك في نفس الوقت الإنسان عنده طاقات ولكن لا يعرف كيف يستعملها. فإن شاء الله أحمد إندية سيأتي بمواضيع حول الطاقة الكهربائية الموجودة عند الإنسان، وكذلك سنتكلم عن مواضيع تانية، ولكن حاليا سنتكلم عن خرافة الطاقة الحيوية وكذلك العلاج بالطاقة. حاليا عندما نتكلم عن علاج بالطاقة فنحن نتكلم عن الخرافات فقط، لا يوجد أي دليل على أن طاقة الإنسان ممكن أن يتم علاج بها الأشخاص أو شيئا ما من هذا القبيل، فهو لا يوجد أبدا. العلاج أين موجود؟ العلاج موجود في عقل باطن الشخص. في بعض الأشخاص يعالجون أو يدعون بأنهم يعالجون الناس، استرخي، تخيل معي طاقة، تخيل معي طاقة، تخيل معي طاقة، ونسبة مئوية من الأشخاص تخرج معالجة 100%. لكن المشكلة، ما هو السر الذي جعل الأشخاص يتعالجون؟ هل فعلا بالطاقة؟ لا، بل كانوا مقتنعين جدا بأن الطاقة ستعالجهم، أو كانوا مقتنعين جدا أن الشخص الفلاني المشهور بالطاقة الحيوية أنه سيعالجهم. فقط اقتناع. لو اقتنعت بأن الطاقة الحيوية أو الشخص الذي سيعطيك طاقة أو شيء من هذا القبيل بأنك ستعالج، ففعلا أنك ستعالج. ولكن الحقيقة المخفية أن العلاج موجود فقط في عقلك الباطن، ولا يوجد أي شيء اسمه طاقة حيوية أو شيء من هذا القبيل. كما قلنا، الطاقة أو الطاقة الحيوية أو كما يعتقدونها الكثير من الأشخاص فهي موجودة في الإنسان، ولكن أعمالها أو ميزاتها في الجسم لا علاقة مع العلاج أبدا. العلاج وحده وطاقة الإنسان لوحده. مثلا عندما نتكلم عن الهاتف، الهاتف عنده طاقة، الهدف من تلك الطاقة هو أنه يشعل الهاتف، وليس أنه سيصلح الكاميرا أو سيصلح كذا أو سيصلح كذا. طاقة الهاتف أو طاقة الحاسوب فقط تجعل الحاسوب أي شغال فقط، ولا تصلح الكاميرا ولا تصلح شاشة الحاسوب أو شيء من القبيل. كذلك طاقة الإنسان ليس لها دور أبدا بالعلاج. لذلك أي شخص قال لك كورس في الطاقة للعلاج ستعالج بالطاقة أو شيء من القبيل، فاعلم بأنه يتكلم عن أشياء فقط لها علاقة بالخيال وليس علاقة بالمنطق أو شيء من هذا القبيل. وعندما يقول لك انظر إلى فلان لقد تم علاجه بالطاقة الحيوية أو شيء من هذا القبيل، فاعلم بأنه كان مقتنع فقط، لأنه عالج نفسه بنفسه، لأن عقله الباطن تم برمجته أن تلك الطاقة سيتعالج منها. لكن في الحقيقة هو لم يتعالج بتلك الطاقة، بل هو اقتنع فقط وعقله الباطن توهم بأن تلك الطاقة ستعالجه، وعندما اقتنع عقله الباطن فقد تم علاج الشخص. وهنا يكتمل الفيديو إخواني، نراكم في فيديو جديد. طاقة الإنسان موجودة ولكن ليس لها دور أبدا في العلاج، وليس لها دور أبدا في السعادة، وليس لها دور أبدا في أي شيء. السلام عليكم.